المشرفون الجماعيون والمراقبون المشاركون في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 يستفيدون بمدينة طنجة من تكوين جهوي حضوري في إطار سلسلة التكوينات المؤطرة لضبط المقاييس والمناهج المعتمدة من قبل المندوبية السامية للتخطيط. المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي وخلال زيارة لمركز التكوين أكد أن العنصر البشري يعد جوهر العملية الإحصائية والضامن لنجاحها موازاة مع اعتماد وسائل وتقنيات حديثة تشكل نقلة نوعية في هذه العملية الوطنية البالغة الأهمية. الأرقام اللي غتخرج من الإحصاء هي أرقام كتبنا عليها مجموعة من السياسات الحكومية القطاعية سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، والأهمية ديال هذا التكوين اللي هو المرحلة الثانية طبعا بعد التكوين عن بعد اللي كان في المراحل السابقة، الآن هذا التكوين الحضوري اللي منقسم ثلاث مراحل، هذه المرحلة أساسية وتختاروا لها أكفأ العناصر من أجل التتبع ديال الفروق الميدانية والتأطير ديالهم في المرحلة الثالثة إن شاء الله وكذلك على مستوى الميدان. السيد الحليمي أبرز أن أهمية نتائج الإحصاء العام تكمن في كونها تشكل قاعدة للاستراتيجية التنموية التي تحقق المملكة عبرها تقدما ملموسا على كل الأصعدة بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كيفية التعامل مع اللوحة الإلكترونية، كيفية التعامل مع الاستمارة ديجا المدمجة في اللوحة الإلكترونية، كيفية التعرف على الميدان، العناصر ديال منطقة الإحصاء كيفاش كاينة في اللوحة الإلكترونية، كيف شنو هما المسائل اللي خصهم يأكدوا عليها واللي خصهم يكونوا على حرص في الميدان باش أنهم ياخذوها يوطنوها كيف ما كاينة. المناهج والمقاييس التي سيعتمدها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 والتي تمكن التكوينات من الإحاطة بها بشكل أمثل هي نفسها المعتمدة على الصعيد الدولي.